الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية. طيب يعني إيه موارد؟ إيه الحاجات اللي ربنا خلقها في البيئة الصحراوية؟ الموارد الطبيعية. طب يعني إيه أنشطة اقتصادية؟ الأنشطة الاقتصادية الأعمال اللي بيقوم بيها سكان البيئة الصحراوية. طيب تعالوا نشوف إيه أهم الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية وليه بتتعدد. الأول السكان البيئة الصحراوية بيعملوا بالعديد من الأنشطة أقول لوفرة الموارد أو لتنوع الموارد في البيئة الصحراوية. تاني يبقى لو جاء لي بما تفسر يقوم سكان البيئة الصحراوية بالعديد من الأنشطة أقول له بسبب تنوع موارد البيئة الصحراوية. طب إيه هي أهم الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية؟ معايا كده رعي، زراعة، صناعات حرفية، تعدين واستخراج بترول، سياحة. يبقى تاني عشان بيجي في قلبك ايه اهم الانشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية؟ اقول له رعي، زراعة، صناعات حرفية، تعدين واستخراج بترول، سياحة. هناخد اول نشاط اقتصادي في البيئة الصحراوية وهو نشاط الرعي. الرعي ده اهم واقدم نشاط موجود في البيئة الصحراوية. ده اسمه نشاط تقليدي بيقوم بيه سكان البيئة الصحراوية. يبقى اول نشاط اقول اولا الرعي. سكان البيئة الصحراوية بيرعوا ايه؟ بيرعوا الاغنام، ابل، ماعز، الحاجات اللي بتستحمل ظروف البيئة الصحراوية. طيب السكان دول بيتنقلوا من مكان للتاني، ليه يا جماعة؟ مش حياتهم مش مستقرة، بحثاً عن الماء والعشب، بحثاً عن الماء والعشب. بيجي سؤال يقول لك ما هي أهم القبائل التي تعمل بالرعي في البيئة الصحراوية؟ هنا قبيلة أولاد علي موجودة في مرسى مطروح، قبيلة أولاد علي في مرسى مطروح في الصحراء الغربية. عندي في الصحراء الشرقية قبيلة هنا اسمها قبيلة العبابدة، قبيلة إيه؟ العبابدة. قبيلة العبابدة دي موجودة فين؟ في هضبة العبابدة. وعندي بعض القبائل في شبه جزيرة سيناء. يبقى تاني ايه القبائل او اشهر القبائل التي تعمل بالرعي في البيئه الصحراويه؟ عندي قبيله اولاد علي في الصحراء الغربيه تبع مرسى مطروح، قبيله العبابده في الصحراء الشرقيه على هضبه العبابده، بعض القبائل في شبه جزيره سيناء. طيب ايه هي اهم حيوانات الرعي؟ قلنا الحيوانات اللي تقدر تستحمل الظروف البيئه الصحراويه. عندي ماعز، اغنام، ابل. ماعز، اغنام، ابل. طيب مهمين يا بيجي اللي بما تفسر اهميه الحيوانات الرعي الماعز والاغنام والابل، اقول توفر اللحوم والالبان والقرود والصوف. تاني يبقى ايه اهميه الماعز والاغنام والابل؟ بتوفر لحوم، البان، جلود، صوف. كده خلصنا الرعي. ندخل على تاني النشاط الاقتصادي وهو الزراعه. الزراعه بتقوم في البيئه الصحراويه في الواحات، الزراعه بتقوم في البيئه الصحراويه في الواحات. طيب ايه اشهر مكان للزراعه او لوجود الواحات في البيئه الصحراويه؟ هو الصحراء الغربيه، الصحراء الغربيه. طب ايه هي الواحات؟ هنقول مع بعض سيوه، خارجه، داخله، فرفره، بحريه. تاني بقى ايه اهم الواحات في الصحراء الغربيه؟ سيوه، خارجه، داخله، فرفره، بحريه. نركز قوي ان سيوه في شمال غرب الصحراء الغربيه، وخارجه قريبه تحت في الجنوب بس من ناحيه الشرق قريبه من ناحيه نهر النيل، فوقيها على طول الداخله والفرفره والبحريه. طيب بعد كده قلنا نشاط الزراعه خلاص قلنا ان هو موجود في الواحات. هناخد نشاط الصناعات الحرفية، بس قبل ما ندخل في نشاط الصناعات الحرفية قول ايه هي أهم المحاصيل الموجودة في البيئة الزراعية في البيئة الصحراوية؟ أو ايه المحاصيل؟ زي ما قلنا إن الحيوانات لازم تستحمل جو البيئة الصحراوية، برضو النباتات لازم تستحمل وجود البيئة جو البيئة الصحراوية. عندي أهم المحاصيل، عندي حبوب غذائية، نباتات فجرية، ونباتات
اتكسرت اصدار الاخير والطرف وكسرت الايدي العامله. لو قال لي بما انه فصل وجود صناعه السجاد اليدوي هقول توافر الصوف ووبر الابل في البيئه الصحراويه. نرجع تاني نشوف خدنا ايه؟ خدنا اهون ثلاث انشطه اقتصاديه في البيئه الصحراويه: راعي، زراعه، صناعات حرفيه. واتفقنا الراعي ايه اهم القبائل اللي موجوده فيها؟ ايه اهم الحيوانات؟ الزراعه قلنا ايه اهم المحاصيل؟ ايه اهم المناطق؟ والصناعات الحرفيه ايه اهم الصناعات وليه موجوده؟ وبكده هشوفكم المره الجايه في تكمله الدرس الموارد والانشطه الاقتصاديه في البيئه الصحراويه.